السلام عليكم، حابة أعمل لكم شراب التمر هندي. هذا هيك بيجي قوالب هيك شايفة من الهند، هو تمر هندي، شجر اسمه تمر هندي ما بعرف، وفيه بذر، فهذا بنشطفه هلأ احنا وبنقطعه وبنغليه. أنا بغليه، في ناس بنقعوه، أنا بغليه وبنقعه وبخليه منقوع في مية اللي سلقته فيها، يعني بغليه يعني حوالي ربع ساعة، وبتركه منقوع في هاي المية لتبرد منيح منيح، بعدين بمرته. شايفة؟ في ناس بنقعه طول الليل. بنحتاج 3 لتر مي، بنحتاج 2 أو 3 كوبايات سكر حسب الرغبة. هذا السكر شايفة؟ هلا أنا ما بحط السكر، أنا بدي هلا أشطف هدول وأقطعهم وأحطهم في المية، خليهم يغلوا وأتركهم منقوعين في هاي المية. شايفة؟ لما يبرد منيح منيح، ممكن لتاني يوم مو مشكلة، خليهم منقوعين بمرتهم أنا إن شاء الله، وبعملهم وبأرجيكم كيف بدي أعمل. هلا انا شطفتهم، هلا بدنا نقطعهم تقطيعه هيك، يعني اللي انا اقدر نحطها في قلب المي، بس بصيروا يعني حتى لو ما قطعتيهم مو مشكله. شايف هذا بذره بذر التمر هندي، شوف شكله. بنحطهم في مي 3 لتر، المي اللي انا حطيتهم على النار، مي عاديه هلا. وبعدين اوبس، شايفه؟ نتركهم يغلوا. هلا حطيتهم يغلوا على النار، وبعدين يعني بس يبدوا يغلوا بعد ربع ساعة، وبعدين بطفيهم. هلا بعد ما برد التمر الهندي يعني غليناه وخليناه منقوع، هلا انا بدي امرته، ومرته مزبوط مزبوط شايفة، يعني هيك يعني مرت يعني هيك تعملي، شايفة؟ وبعدين هلا انا بدي احطه اصفيه بمصفاية، هاي اول صفاية عادية، وبعدين بصفيه بالمنخل الناعم. شايفة؟ يعني مرتين بنحطه، وإذا شفتي بده كمان مي بتضيفي مي. هلا احنا بنقيمه مرتنا شوي، هلا بنحطه هون نصفيه، بضيف له السكر ومرته مع السكر. شايفة؟ هيك انا بضيف السكر، احنا قلنا 2 كوباية سكر مثلا. شايفه؟ بتحطي تمرتي مزبوط مزبوط، بتمرتي لغايه ما يعني يصير يعني تعتقدي انه خلص بطل اللون. كنا يعني تضيفي مي مثلا او هيك تشوفي انه راح لونه ضله حلو، يعني مش بصير فاتخ. شايفه؟ لساته هلا هذا بنقدر نحط كمان سكر، كمان 2 كوباية سكر، ومنعير احنا وبندوق. طبعا هلا رمضان ما راح اقدر ادوق غير للمغرب، صح ولا لا؟ هلا بنحطه كمان تلج عليه، كمان 2 كوباية، بنمرته معه مزبوط مزبوط، وبتضيفي له مية من الكولر نظيفة. اوكي، هاي تعمليها الحركة لما نحط مي كمان احنا، ونشوف ومرد بنصفيه مزبوط، وبأرجيك هلا كيف بدي اعمل فيه، بس بدي احط عليه انا مية. شايفة؟ هلا انا مرته مزبوط مزبوط، انتبهي. لا ما اظن هذا فيه اشي، خلص يعني اتصور. انا حطيت عليه كمان شوية مي، بتضلي تمرتي فيه هيك لغاية ما يتصفوا مزبوط مزبوط معك بهاي المصفاية المنخلة. بعدين بنحطه بالمصفاية، قصدي المصفاية العادية هاي الكبيرة، خذوها. بعدين بنحطه في المصفاية المنخل كمان مرة عشان نضمن انه ما في ولا اشي من الشوائب. لا برجيك اياها كيف تحت هيها، بس السكر لسه ما داب، خليني ادوب السكر هنا. مع المرق نزل السكر من الخزوق المصفاية. شايفة؟ هذه الكلات يعني، شايفة كيف هياته هيك؟ المنخل هذا بخليه كلياته، في مرات تقدري تحطي شاشية انت. شايفة علي؟ شايفة كيف تحت كلياته طالع؟ بس عليه
هلا نجيب احسن شيء، معلقة احسن، لانه انا هيك لازم يتصفى في المنخل الناعم. هلا بنحطه بالثلاجة، لازم يبرد، هذا زاك كثير وهو بارد. تمر هندي خليه يبرد منيح منيح، وبتحطي عليه ثلج وتشوفي كيف بده سكر كمان بتحطيه انت بتشوفي يعني. لما نبدا نحطه شايفه ما احلى، شوي شوي بده يتصفى، ممكن نصفيه احنا بشاشيه كمان زي ما عملنا بالسوس، يعني ممكن نحطه بشاشيه ونضلنا هيك نستنى لا ينزل كلياته. اوكي هلا برجيكي وسخ خلاص واحطه في البريئه، شايفه كيف. هلا انا مرته مزبوط مزبوط وصفيته مزبوط بهاي المصفاية المنخل ناعمة. هلا خلاص هدول ما في منهم اشي، شايفة. هلا اخدوا ماما دول 500 جرام من التمر هندي، التنتين هدول المعلبين العلبتين الصغار 500 جرام، واخدوا كوبايتين سكر مليانين، واخدوا 3 لتر مي. اوكي طبعا غليناهم زي ما حكيت لك كلياته، انت بترجعي للهل. خلص انا هلا اجيك اياه، لا هلا مو زاكي طبعا لانه لازم يتلج يعني يبرد مزبوط مزبوط. هلا انا بارجيكي هيك مثلا كوباية قديش، شوفي ما احلى لونه. اذا افتح من هيك بصير مو زاكي، بصير هيك طعمه مو حلو. في ناس بحطوا اذا بتحبي شو اسمه هذا، ما ورد ومزهر واشياء، انا ما بحب، بحب اخلي طعم التمر هندي هو الموجود، طعم القمر الدين هو الموجود، مش الطعم الثاني. شايفه ما احلى ولونه بجنن وطعمه كثير اكيد راح يطلع زاكي. هلا احنا لانه صايمين ما راح نذوقه لما نفطر، صحتين وعافيه. طبعا بده ثلج اكيد، الثلج ضروري. هذا اذا بتشوفي بدك سكر اكثر، هي العيار، انا هذا اللي بعمله دائما وبيطلع كثير ممتاز. في العافيه واهلا وسهلا فيكم.